بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا، منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا، منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا، حفظنا حرفه لفظا، حوته صدورنا زينا، حوته صدورنا زينا، وعشنا معه في عبق، وعشنا معه في عبق، يعطرنا الرياحين، يعطرنا الرياحين، معانيه تبصرنا تنير الفكرة تعنينا، فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. معانيه تبصرنا تنير الفكرة تعنينا، فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. وصار لنا كحارسنا، كحارسنا، كحارسنا من الغارات يحمينا، يحمينا، يحمينا. هو المنهاج نقرأه إلى الجنات يدعونا، سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادينا، ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا، سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادينا، ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا. وإن تسأل عن العليا، وإن تسأل عن العليا، فمعنى وصفه فينا، فمعنى وصفه فينا، وها نحن وقد بتنا، وها نحن وقد بتنا، نرتله مصلينا، نرتله مصلينا، جوار الكعبة الغرة تواعدنا له حينا، فرتلنا وتبرنا وتجويدا وتلحينا، جوار الكعبة الغرة تواعدنا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا، منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا، منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا، حفظنا حرفه لفظا، حوته صدورنا زينا، حوته صدورنا زينا، وعشنا معه في عبق، وعشنا معه في عبق، يعطرنا الرياحين، يعطرنا الرياحين، معانيه تبصرنا تنير الفكرة تعنينا، فصار لنا معلمنا بروح العلم يحيينا. معانيه تبصرنا تنير الفكرة تعنينا، فصار لنا معلمنا بروح العلم. لهذا وما كنا لنهتدي لولا ندانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليالكسر دوادا متمر كيس ديداد إيديس وقبن قابيين مركز توفيق إسلامي سنتر مانتا مالنتي كواد محاضرة نواتي شناد مقعد نوحا ويان علامات الساعة على مدها وقت قيامة، وحاني نوسو جيدين يا شيخنا الشيخ محمد عبد أمر، فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات موضوع محاضرة وسيدي لوري لو شيغي أشراط الساعة انت انا غدغلين وحان جعلهي ان ان كهرمريو نين كميدا مشايخي يا علمادي دعوادن اسو خدميسي وحبد رنتي كسو قبتي او حدنا حنونسن ان ان الهي تبارك وتعالى ابرنه انو عافيه والشيخ يوسف على اللوح وي علمدي دعوتي الصوماليه سيفي على وسط غيب قاتيب وها ادنا ساوث افريكو كحنونسن يحي الهي تبارك وتعالى وحن ويديننا انو عافما دغدغ سيو اسغا يو مسلمين تكل اي حنونسن با تاهدان انت كيو غدبو موضوع اشراط الساعه معناه يدون أوي هاي على مدها ساعدة لو قرته ساعدة معناه يدو وحوية وقيامة إيو أدون كان أن هذا تشوغنو دمان شهي سينو دمان أيو وبالتالي إن نولل كاري كدم بيسو نولوشا دم بي إلو يقار نولوشا آخرو إيه نولوشا هادا أنشوغنو أو أه نولوشا الدنيا ده أيا وحا أدحي إيه أو كالسارة يا ساعد قيامة ساعد قيامة وحي كهر ريانا ونولوشا الدنيا ده وحي كدم بينا ونولو الآخر ساعد القيامة سنوتجي دونو أمان كهل دونو وح وقت جيد اللي يقان ما وإلهي تبارك وتعالى بخاص له لكن على مدى الشرة لغو قران كرو إني سود واتي أدون كينا وجبا جبايا هاي آخر إيو نلشي دمبنا إلى السود أو ذهاي تا إيدا على مدى بدن وقرآن كإيو السنة أي تلمامين أو كتوس يا شرا وأنا تنها هذا وشيد ذا لقال لي هاي محاضرة ذا أشراط الساعة وقيب كم ذا الإيمان بالله واليوم الآخر الله إيه مالينتا آخر الله الرميه قيب كم ده وحوي إلا الرميه وحكست وقرآن كويمت أما حديث النبي قال سجن كويم صلى الله عليه وسلم وقصة أروني ووحي لها إيمان دونا حي لها الدب كإيمان دونا الصوص هذا كم ده فإذا ده لقيه اللي يوحى كم ده ولقى فإذا السنة يو روح مركو أجادو قيامتي يا ساعدة يا علاموين كذي إني وحنا يمادين وحنا للسوق يو وحنا أن هذا نحجون وحتى وحنا تجين مركو الروح أجاده وحيقول كرني سا زيادة الإيمان إيمان كيسا زيادة يا محيا لي وحياليه والنبي والشيخ صلى الله عليه وسلم وديب كرعي وصيده والشيخ ورعي هرين مغيبات قرصون أها روح مركو أركو
إيمان كيسي وآخر الرميسنا رسول الرميسنا قرآن الرميسنا حق الرميسنا بسيادة وحلوسي الشيغي وضحضنا أركتوي وحكا لتوكرنا لنا يا روحو مركو أغادو الدنيا دي إني هوري أبضتي وحلابنا وحيري قبل قبل دينا علامة هذه إن بدنا يمادين إن بدنا السود ويهين وحروح قليا استياري وديار قرو ووحد سود ديارسا حالة العصب ينولش العصب تيئات سي تشوكتي الدنيا وابق قبل قبل إيض إيه تنصو صعوطة السود ديارنا روح وكفى إذي سنيا وكلما الروح آخر إيو علمي قيدة إيو أقوان تيدة إيو رميسنان تيدة كلما الروح أكود دالو كلما الروح حال كيسو إسبدلو ونولش يسو إسبدشو وعبادة يسو إسبدشو ونقن كيسو لن إسبدلو ساس تلاتي دبا قرآن كريم كا ممري سيد صفحة كم دا قرآن كا إلا ما لنت آخرا لغا ورمي ميل كستا ومبدأ آد وقرآن كحوغة أصاريوي سي آدم بري أقوم مونين او بري مركي آد حقائق دي أتكتو لغا لغو شيغي سي آدم بري آدم شليتو إيا قوم ما أين كوغو دعن وحي واسو صعدا وانا حقيق الله بوي إن آد مركي قاب كاد واجهي لهيد استياري صح مركي آد أغاتا إنو إيمانا يو فإذو ينك آد كهلي سو أي كمي تهي و آدم نقونين قل يو ربي شيغي تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ضد ما أنت آخر مركي تقال وحق حقائق دي لو الشيغي اللو قول ربي مركي تقال وإسدل تقال بوحي ليهين شالله تدي دي وان قوم موني وحي آن خلدي وحان هالي ها مركي سوحو ليهي ألا ما دب لي عليو كان استنبا ما ليسيو حدو الله يوافقين لها وركاس يوم على الكاس انتو سنكوغو دعن بل دونيا ان انت حقي تشيصه ان نولشني اد كغوريسو وي دمانيسو اصلهان تيدبا اد مركا اسو دياريسو نولش سو سوتو ايدا كدنبيس ساس تراديد اي علمادو ددال غونيه waxay ku bixiyeen inay ka hadlaan qiyaamada iyo saacada iyo calaamoyinkeeda iyo waxyaabaha ka soo horeeya ee inay dhawdahay lagu garanayo كتب بدن بيكا ألفين وعلماء السنة دو أي سيقوني وغا ألفين بابكا إساقا تا إنتا مركان كيسو قدبنو مبدأ أساسي وإنه نرمينا لغا مارمان أيو قرآن كأي السنة دو بالتقريريا مبدأ أساسي وحوي قيامة وقتي إيمان إيسو إي أدون كان إدمان إيو إي نلوش الدنبلة بالله إياي تحديد أهان تاريخ هذا هي وقت هذا إلهي تبارك وتعالى عدنا ومشيقين ووحي لها الله تبارك وتعالى أقوني ليهي وعد يعني علم هذا الله فري أي سنشرين لا ملائكة ولا رسوشة ولا أنبياء عد إلهي أوسي تبارك وتعالى علم هذا أقوانت هذا ما تشرته بل وحي كم تهي مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وحي لها إلهي وخاص للنقضي أقونت هذا إيا علمي قاذية قرشة هذا وقوني اللي يهي بربي كمي تبارك وتعالى قرآن كريم كان أي الله تبارك وتعالى وحو ليهي يسألونك عن الساعة أيان مرساها وحي كويدين يان ساعة وقيامة ده قرمو إيمانا يا وقتي قاذوا قرمة سؤال شاسي كويدين يان النبي وحات له ذا إنما علمها عند ربي علمي هذا هي وقت جاي إيمانه يسوع هي تفاصيل شهرو إلهي أكتسي تعالى لا يوجد ليها لوقتها إلا هو السجى أم بعلم جذي موتشن موية السجى أم بعجران موية عد كلا عجران يسمى شرتو تتكسي ذا كله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة قيامه ذو مركي دعوه السماوات كانوا واقع لصته نل كانوا واقع لصته إذن كنا سكة ذا أو كتلقى الآن أي إذن كو إيمان موي
انت اللي يدين سي شيغو تاريخ داس ايمان ايسا الله يدين ليه ماي لكن حلي ايضا كنت لقشاني والدنيا دو يدين عميران تهي ومقالو ينكي يهوليه يهد كلا وضطان وشقيسان ايسان ومبي سيك كذا الله ما فلانا يدين كو ايمان ايسا لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها نبي محمد قيامة يكو يدين يعني ساعدة سيدي أديكو حقوقالو هوكالي سيدي أدو كور هيوكالي سيدي أدو علمي قدي له هوكالي كو يدين يعني قل إنما علمها عند الله وحتى لهذا علمي قدي له أكتس يالا أنا ما أقانو الله بها تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون تتكبضن كود ما يؤغى لكن ساعدة إي قيامة علمي قدي الله با غوني لا تبارك وتعالى عيد ودال عسيينا ما جيرتو سندك تاريخ ذا وقتك ادون كاني دمانايو نين لو ما شيغين ساس درادت حديث كيما البخاري غير كاي سو صار من حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحا وي ملك الجبريل اسغو النبي صحابته لا فديه صلى الله عليه وسلم او اي ميل ودا فديا ايا وحا وي ملك الجبريل او نين اسكا سو دغاي روح بني آدم إسكا صور دقي مركز أوحي ويدي النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أبدا سؤالي وحا كم ذها أخبرني عن الإسلام إسلام لماذا يقورا النبي قوى كتشوا صلى الله عليه وسلم هذا روحي أخبرني عن الإيمان إيمان كي يقورا إيمان محالا لها وكتشوا بي أخبرني عن الإحسان وكتشوا بي مركز أوحي ويدي أخبرني عن الساعة قيام ذا بل يقورا بيدي محمد أو قيام غورت إيمانيسي وقت كذا وحي يقشك مركز النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كلا ويدين يو أنيقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقما أقوم بني كي ويدين يو أذيق جبريل معناها أذيق جبريل ويدين يا أنيقى النبي محمد ويدين يسو أقوم تهدو اسكمال بينو تشوكتاوي كاقا محقو قال سنوي أدعونا جبريل أو جرن ما يصير أنا جرن ما يو. جواب النبي صلى الله عليه وسلم مركز سيد النقطة أيو مركز كدي بوحي لي. هذا ده جرنين أنا أنا جرنين. إيجا ور مك علامات كذا إيجا ور. وقت جدي لا جرن واه. ملك الجبريل لا جرن واه. نبي محمد لا جرن واه صلوات ربي وسلام عليه. عيد كلو مركز جرن كرتاي ما جرتو. عيد كلو جرن كرتاي ما أي جرتو وحيالها ربي تبارك وتعالى وقرصدي ee adoomadiisa ka qarsaday bay kamid tahay waqtiga ay qiyaamadii saacadu iimaaneyso taas taradeed ayaa waxa isku dayan culimada qaar kood inay bal wax ka tilmaamaan adduunyadan iyo cimrigeeda sida imaam suyuuti oo kale wuxuu isku dayay fi kitabihi al-hawi lil-fatawa ayu bahthi kulay bahthigaasi wuxuu kaga hadlayaa oo isku daya bal inuu tilmaamo adduunyadii in imisa tagtay إمسا سلابن أخيرا وحو كسو قبقبين يا أوليه هاي أدون كوحو أها سيدي سبا تضبا كون أو سنو أها لح كون أو سنو هراي أتكتاي نبي محمد نوحا الله صوص عليه بوليه هاي كون كي لحاد آخر كيسا الله صوص عليه سيدا سدرادت الدنيا دي نبي محمد مركي الله صوص عليه وحا كلابنا كون إيا شنب قول مدكير با كلابنا سيوطي وحو دنتي قرنجي طبناد بلويس أساقو مركا أولي مانا يوحو ليه هاي أدون كو شن بقلو السنو أو هدى أمسي جيري دونو وقياس إيو آثار ضعيفة إيو وحبو إسكو أروريي شنتي بقلو السنة سنة كي هدى وحان كوچرنا قرنجي شن يطبناد بان كوچرنا هدى الدنيا دينا وعد لسنتاي قياس تمرك او اسكو دي امام السيوطي الرجل لمدا وقياس خلاف سن قران كي السنه دي وخلاف سن واحد لان الشيء اله علمي سقر صدي نكي اسكو دي انه وحون كاشاره وحكت المامو يعني ما العد لهم بوحدي سيد اسدرادت صح ما نكي وحكا شاغينا وح معناها او اسكمل اوال وشاغي يعني عمرك الدنيا ما لين او شاغي ما جرتو إلهي ما تبارك وتعالى خاص لا أو جوني لا قرش هذا يا أقون هذا لكن وحنا هينا أو قرآن كنا شيء مركي النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم أو قرآن كنت جاي إن الدنيا دي جب جبتها هاي أو وقت جد صورنا وهذه قرآن كان ربي كتب المامي تبارك وتعالى
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ضدك وحا أدوا هذا حساب تودي أيقنا وحا يكسي جيدان موغان يهلمان سنان بيكوشرا وحبا كما ورهيان حساب تودينا وعنواتي برب الله تبارك وتعالى. اقتربت الساعة وانشق القمر ساعدي وعنواتي ضيحي نواكلا دلعي ضيحك لدلعي سوح وها معجز النبي قال السيئي باهيدو انتو مكتشوغي ايو ضيحو انتو كلتشو اللبا قيبوض نقضي ايو قيبنا حق مرتي قيبنا حق مرتي مرك. لكن اقتربت الساعة وقتي قيامته ونو يهي قرآن كيف أدقية إني نواتي مرك والله نوشيغي إني نو ذهي والله نوشيغي النبي قال لنا صلوات ربي وسلام عليه حديث كسهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري أيوه حكولي يهي بعثت أنا والساعة كهاتين بعثت أنا والساعة كهاتين أنيقى إيه الساعة دي قيامة وأنا لصادري أنيقى السيدة صوكلا مركزوح إسكول لما أني النبي صلى الله عليه وسلم لبدي سفرات فرطة مروك ستدا عندها إيه فرد حدا أنيقى قيامة دي سيدة صوكلا إسكول نحيب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إنت الله وضع فرود إسديريهين انت سو كلان كلا دنبينا واه انو انت سو كلان ايدا كهريا ايدنا انت سو كلا ايغا دنبيسا. لفظي احمد الطبراني اي سو ساره بسند حسن ايا وحو تلمام يا نبي وحو صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه جميعا ان كادت لتسبقني ابن نبي صلى الله عليه وسلم انيجي الساعه وانا لا سو ساره وانا لا سو دري انغو ودا جيرنا وحين السكتيب نبي صلى الله عليه وسلم إنا بيجا صهر مرتو إن كادت لتسبقني وأن وضع صعنا وحين السكتيب قرك أتارنت إنا بيجا صهر مرتبة بمعنى وحوي حل النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم ربي وسلام عليه أو كن يأفر بقول الصلاة هذا اللي جت شوقه أيا وحي النبي صلى الله عليه وسلم قيامدي يساعدي يأنوق وأن وضع صعنا ويدو ذهوا معنى هذا وقت بدني كما لابنا هانا ugu tala galina way macna qiyaamada marka sidaas weeyaano waqtigeedana lama yaqaano laakiin inay dhawdahay bay nusuustu tilmaantay saacadana saddex macna loo isticmaalaa as-saa'a saddex macna loo isticmaalaa macnaha koobaad waxa weey as-saa'atu as-sughra saacad yar ama qiyaamada yar qiyaamada yar waxa la yiraahdaa ruuxa dhimashadiisa لأن الروح والبمركو لنته فقد قامت قيامته ساعدي سي قيامتي سي وين عادي هذيك عاو هذي اللي قاصو قيامة دمبوت سوقي ما جرت خلاص مركز هاولها كوب اللابن حساب تادي كوب اللابن تي ابا الجود كاجي كوب اللابن هدو حماية هدو في عنابة مركز قيامة هذي لما تيو ويكون عادي هذيك تسيوح اللي هذا الساعة الصغرى والروح والبقية اللي مشدي خاص كاوا معنى كلا والله استعمالي الساعة الوسطى مدة دحرحاتك ووحل إلى هذا ضدك إسكو قرنك أما إسكو دأدا مركي دمادان وحل إلى هذا ساعة ضدي بعد دماتي وإسكو ساعة ضدك هالمر وضد نشا إسكو دأدا لما شد وضد هالمر دمادان أيضا وحل إلى هذا ساعة ضدي بعد دماتي بعد مثلا سديت سنة تضبات سنة بغل سنة انت اسكو وقتي ابد اسراعنا اسراعان ايضا الساعة الوسطى بلغت الماما والنبي قال صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وحي لها هي النبي قال وحاو ايمان شري ذاتك الربادياها اعرابته ربادياها او ايمان شري مركي النبي قال ايمان صلى الله عليه وسلم وحي ويدين شري متى الساعة نبي الله ساعد وقرمة مركز وحي شري النبي صلى الله عليه وسلم انتو في ريو ميت كودا اوجود دائر انتو في ريو أيوه وحولي يجري إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم النبي صلى الله عليه وسلم كان هدون نولاده وكمركا أقود أي ردتك ميشة تشوغا كان هدون نولاده ميشة أي داء يدقني ما كوها ليشو قيامة دي نيوان عضي ساعدين نيوان عضي بمعنى كإذن كود أي رميشو كود قوبه انتيني كلنا واتك تنوان حدين لابن متشرو تانا وحوي وحلي لنا الساعة وسطى بل إلى هذا توجدنا بيسنا وحلي لنا الساعة الكبرى أو مدة قرآنك يا سنة أي كه الله نو
انت بدن ادون كان يجب جبدي ساعة أو اسمها ادون كبابا ايو نول كان يبابا ايو سمدو بابا ايسو نوله بابا ايو هذا ديب لو سو نولل ايو لالح حساب تميو نولشي اخر دم بلغل ايو تاسا انت بدن قرآن كي سنة اي ساعدة استعمالان ساعدة قيامدو مركة اما ساعدة علامات كذا وموضوع انه هذا كسب سنة موضوع علامات كالساعد وكسب سنة ما دام وقت جدي ان لقرنينين لكن علامات جرى كسو هرمريا ومركي لا ارك لوو غرنيا ان يسو موضوع هذا تاسو كسب سنة قيامدا سا علامدها كسو هريا ان دون ان هدا ان كان ان كهدلو وا لبا قيبوت قيبيد waxaa weeyaan waa calaamado waaweyn oo aad u waaweyn oo wax la arki jiray aan ahayn oo adduunka markay yimaadaan turba isbeddel la dareemayo ayaguna u imaanaya si isdaba joog ah oo midii markay timaado sidii kuul furatay oo kale inta kalena ay si xiriir u daba joogan kuwaasi waxa la yiraahdaa أشراط الساعة الكبرى بالإله هذا حال هذا إسبد الله ووين أدونك كو إيمانا أنت ولي لتشوغو لدقية كواسي إن شاء الله تعالى وحن رجينا يا إيران كرني دونه حل قدم بي أما محاضرة دم بي أو تنكدم بيسا أيان كوكسو قادم دونا على مدها ووين إي إسبد الله أدونك كرنا عيا إي سيدي أسوك الهرمريا تا إيادا وحن كرني دونا محاضرة دم بي إن شاء الله تعالى لكن waxaan kaga hadlaynaa hadda fadhigan calaamadaha yar yarka ah ee adduunka ka dhici doona ee markay yimaadaan astaan iyo calaamad u ah in qiyaamadii weynay soo dhowdahay kuwaasi marka waa farabadan yihiin caadatan waxa la yiraahdaa waa wax bini aadamku arki jiray wax bini aadamku arki jiray bay u badan yihiin laakiin siyaadaya oo sidii lagu yaqaanay ka kordhaya ha way way badan yihiin waa badanayaan waa la arki jiray intooda badan shay gariib oo la yaab leh ma aha laakiin sidii lagu yaqaanay bay ka siyaadayaan sidii lagu yaqaanay ayay ka siyaadayaan kuwaas marka waa farabadan calaamadka yar yarka ah marka la fiiriyo iyaguna saddex qaybood bay u qaybsamaan qaybi waa calaamado intay yimaadeen nebigu ka sii waramay nebiga gadaashii yimid oo dhammaaday kuwana waa calaamado soo baxay oo la arkay laakiin weli sii jira oo sii siyaadaya kuwana waa calaamado aan weli imaanin oo la sugayo imaanshahooda saddexda qaybood baa loo qaybiyaa yacni waxa weeye calaamadaha qiyaamada calaamadahaasi marka aad bay u fara badan yihiin mana koobi karno hadda fadhigan iyo muxaadaradan kuma koobi karno laakiin inta waqtigu noo saamaxo ayaan ka soo qaadanaynaa insha allahu tacaala waxaa ka mid a maala oo calaamada ugu horeysta lagu tilmaami karaa bicau nabiyi sal lay wasalam nebi maxamed soo saariddiisii soo diriddii lasoo diray isagoo rasuul ah waxyigu u yimid malagu yani waxa wey u keenay ilaahay hadalkiisa soo diriddii nebi maxamed calaamad iyo astaan qiyaamadu inay dhowdahay ku tusayay ahayd lanna maadaama ilaahay rusushuu soo dirayay isagu ugu dambeeyo macnaheedu waxay ku tusaysaa adduunka wax badan baa isbedelayo rasuulkii ugu dambeeya hadduu kan yahay wixii isaga ka dambeeya adduunka waxaa loo diyaarinayaa marka in la gabagabeeyo sidaana macnaha ku tusaya ama macnaha xadiidka ku tusaya waa xadiid uu nebigu sal lay wasalam calaamado fara badan ku sheegay oo maalan xadiidkii haddaan soo sheegnay oo kaleeto anigiiyo saacadda waxaa nala soo diray annagoo sidaas oo kale ah waa kii aan soo marnay waxaa kaloo ka mid ah xadiidka cawf ibnu maalikin oo nebigu uhi sal lay wasalam icdud sittan bayna yaday saaca qiyaamada ka hor lix arrimood tirsa buu nebigu uhi sal lay wasalam lix arrimood oo ka soo horreeya qiyaamada tiri markaasuu nebigu wuxuu ku bilaabay sal lay wasalam yacni soo saariddiisi soo saariddiisii kadibna wuxuu ka dambaysiiyey lixdaa arrimood waxaa ku xiga mowtii dhimashadayda buu nebigu sal lay wasalam soo saariddiisiina calaamad bay ahayd dhimashadiisuna calaamad bay ahayd hadduu dhintay bimacnaa waxa weeyaan allaha tabaaraka wa tacaala wakhtigii uu adduunkan khatimi lahaa iyo noloshii dambaa soo dhoway waxaa ka mid a maalan calaamooyinkaas oo isla xadiidkaa laftiisa ku timid furashada ay muslimiintu furan doonaan baytulmaqdis
أيضاً علامات كان النبي قدر صلى الله عليه وسلم حديث كان هذا الشيء جيني حديث سهل بن سعد الساعدي حديث عوف بن مالك بانه لها أيام معناها والنبي كل شيء صلى الله عليه وسلم لحدة الرماد إيه قيامة كسوه الرئي وحكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس أما بيت المقدس بيت المقدس فرشديسة بيت المقدس نه سيد الأقصي هي وحي مسلمين تفرتين سنة كي لحية تمناد إيه هجرية سنة كي لحية تمناد إيه هجرية أيه مسلمين تو بيت المقدس فرتين عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيه بيت المقدس وكعنت مسلمين تسوق عليه نبي صلى الله عليه وسلم وصي شيء إن لا يفرن دونان وقفصن دونان وكعنت هذا وسوق لي دونه وحنا كدر على مذاه اللجوء جرن دونه قيامه إن السورة وذاه بيت المقدس وكعنت إن سوق شاء وقت جاس على فرتي وقت دير بمسلمين وكعنت كوهين إلى مرنو وحوه رجال بيت كأيهود كوريشيان وصيان وحكم إذا على مذاه إيجا والنبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلام عليه طاعون كالله يقانو طاعون عمواس عمواس ومجاله كتلة فلسطين وحكد اللعي داعون ضد بدن بابئي نبي قل وصي شاك صلى الله عليه وسلم وحو كل شاك لحدة الرماضي قيامة كسوه الرية ترسد أويري وحكم ده موتان يأخذ فيكم كقعاص القنب نبي صلى الله عليه وسلم قيري لمشو آدو فربضن او إذن قبان دون تهداد مسلمين تنتين او إذن قبان دون ته سيدا عذرك قعاص كلا إلا دو كلت او أريك كدعا وعذر حولها كدعا او مركو حولها كدعا انت سنك دوف كسيدايان حولها أيون لأريان سيان عادين هم بابا أيان سيدا سو كلت حنون إذن كدع دونا إذن بابئين دونا كاسا كم إذا علامات كقيامته إني سنو ذا كتصي وحور دعي عذر كاسي داعون كالله يقال داعون عمواس وحونا دعي فعلا سنة كي سيدير يطمناد تاريخ ده هجري كاة بيت المقدس مركي لفرتي لبسنا كدب ايا وحا كد اللعي مقال دا عمواس ليلة هدو داعون بابئيي داد آد أفر بدن ومسلمين تكمدها إلا شن يطمن كن وصحابة دا أبدن با كل انتبع ليلة هدو رجي حنون كاسي أولا يوحا كمدها أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رجا واوين حنون كأولا يضي محواها داعون كأولا يضي مكمدها انتو سنبعنب النبي سي الشيخ صلوات ربي والسلام عليه حنون كاسي لعديس إيا مسلمين تأولين دوني بابئين دونه أستامها سو نبي كدر يساقنا صلوات ربي والسلام عليه وحا كمدها على مدها قيامته إني سورنو تاي لغو قران دونه حوله إني بطان صدقتينا لغا كافتوما وحقا تبل لوايو دتك انتي خولي كبتان او لو ود درغو ان صدقتي من نك قات روحي صدقته بخين هي بل لوايو ترى وحي كسغنت هي حديث ابي هريره النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحيل قيامته إيمان ميسو إلى أي حوله نحذي نكبتان وأي سيد بيهو كلا أبر قدان بل كلا نقل وايو إلى أن ننكي وحبح صلى الله عليه وسلم قد الله بحي لها مروك تيسية والبهار كيسة أقوين أي نقطبة ورصدق قد إياه كاقات طالو يا صدق قد كاقات دورمات وصوب حيا دهب ووضا مركزو جدتك وريقة هيا ورصدق قد إياه قاتو ليه نيكو سو تاغبا و خولا يحي لا ارب لي فيه دن كملي بوله ما نربو دن كملي عليسكيس الى داب بوله مش اد جين لهد جي ولا ود درغي لبا غور باي دحايسا مر وي دحدايو وحي اهيد خيلغي عمر بن عبد العزيز و تلد مسلمين تهيي و مسلمين تنتي فتوحات فربضان اي هلال خولي لي لغا درغي إلى الزكدي يا صدقتي بعيد قادتي ما الله سيب اللوايبه لو ذا درجي نقول بمشي زقدرك ويصامرت المسلمين إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وأمري هدي حوله يا صدقتي ما لقوا بحي اللواي ما لك كلاتي مصالح كلاتي ما لك لها الله صرفيه الله إله هلقوا بحيه مركا وين عضي مر لبعض بين عدون تا وحلقة
aan u tagi doona calaamadka waaweyn markaan ka warramayno waxa kamid ah ninka la yiraahdo mahdiga imaanshihiisa mahdiga soo bixidiisa xilliga uu mahdigu soo baxo oo muslimiinta uu taladooda qabto oo muslimiinta isku hagaajiyo ayadana xoolihiiba intay bataan ba meel la kala geeyo la waayi doonaa markaasaa ninkii sadaqada bixinahay murug iyo walbahaar war yaa sadaqada kaa qaadan doona ayaa iyadana imaan doonta insha allahu tacaala taasina waxay ka mid tahay calaamadaha ku tusaya inay qiyaamadu soo dhowdahay markii la arko siduu nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a calaamadahaas duhuurul fitan inay soo baxaan fitnooyin fitnooyinku macnaheedu waxa weeye imtixaanaad dadka diintoodii la imtixaanayo masaa'ib balaayooyin islayn khilaaf dagaallo nabadgelyo darro inay soo baxdo muslimiinta dhexdoodii laysku diro ayadana waxa weeyaan xilligay bilaabato iyo muuqashadeedu iyo badashadeedu waa astaan waxay u tahay inay adduunyadii dhammaanayso qiyaamadii soo dhowday axaadiis aad u fara badan buu macnaha nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah xadiidu abi muusa alashcari wuxuu nabigu yuri sallallahu calayhi wasalam ina bayna yaday saacati fitanan ka qitaci layli lmudlim saacadda waxaa ka soo horeeya imtixaano iyo fitnooyin sida habeenka mugdiyadiisoo kale ah habeenka mugdigiisa sida la ogsoon yahay markuu soo galo qaybtiisa hore way fududahay xoogaa iftiin baa ku jira qaybta ka dambaysaa ka sii madow oo ka sii mugdisan qaybta ka sii dambaysaa ka sii daran qaybo qaybtay ka dambaysay ka sii daranta fitan midba midda ka dambaysa ay ka culus tahay ood isleedahay middani markay timaado wallaahi tanka wax ka daran ma leh haddana ta ka dambaysa markay timaado wallaahi tanaaba ka daran tu kalaa ka sii dambaysa mise tanaaba beentiri wixii hore oo dhan fitanka noocaasa imaanshahooda ayaa qiyaamada ka soo horeysa buu nabi yuri sallallahu alayhi wasalam markaasaa nabigu wuxuu yuri sallallahu alayhi wasalam yusbixu arrajulu fiiha mu'minan wa yumsi kaafiran fitankaasi markay dhacaan ruuxu wuxuu waabariisanayaa isaga oo muslim ah gabalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo gaal ah ama gabalkaa u dhacaya isagoo mu'min ah waaguna wuxuu u baryayaa isagoo gaal ah yacni daqiiqa daqiiqad buu isbedelaya yacni waxa weye labada saacadood ee isku xiga midna diintii buu ka baxay midna wuu soo galay fitanka jira iyo mawjadaha iyo dhibaatooyinka iyo halista jirtee dadka diintooda haysata ayuu nebigu ka warramaya sal allahu alayhi wasalam markaasaa nebigu wuxuu yuri sal allahu alayhi wasalam alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im fitankaasi markay yimaadaan ruuxa fadhiya een istaagin ee fitnada ka fadhiista wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex taagan ka taaganna wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex socda ka dhex socdaana wuxuu dhaamaayoo ka khayr badan yahay midka dhex ordahaya yacni kulama aad sii dhex gasho ayaduna way ku sii dhex geli shanta markaad la gasho tobankay kula geli markaad iska uruuriso way kaa uruursami nimba ruxba ruuxu kaga xeel dheer yahayna ayaduna way kaga xeel dheertay macnahaasuu nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu nabigu sal alay wasalam xaaladaa markay timaado fitanku yimaadaan oo muslimiinta laysku diro qabiil qabiil bay isu laynayaan koox koox bay isu laynayaan deegaan deegaan bay isu laynayaan ayagii baa dhiiggoodii xalaashaday isku ibtilaysan xaaladaasi markay timaado nabigu wuxuu yuhi sal allahu alayhi wasalam fakasiruu qisiyakum qaansooyinkiina jajabiya qaansadu waa hubkii lagu dagaalamayay waqaticuu awtaarakum xadhigga qaansadaa la yidhahda watarka xadhiggii qaansadana jara oo gooye qaansadiina jabiya wadribuu bisuyuufikum alxijaara seeftii aad ku dagaalamayseenna intaad ula tagtaan dhagax afkeeda la dhaca si u afbeesho af aad wax ku dishaba sayna u yeelanin markaasaa nebigu wuxuu yuri sal allahu alayhi wasalam intaa markaad samayso haddii lagu soo galo oo muslimkii aad dagaalamayseene balaayadu idinka dhex taagnayd uu kuu soo galo adoo hubkaagii jajabiyey waxaad noqotaa aadam labaduu dhalay ee isdilay koodii khayrka badnaa noqo buu nabi yuri sal allahu alayhi wasalam aadan labaduu dhalay ee isdilay koodee khayrka badnaa ma gacan ku dhiiglaha khayr badnaa mise kala dilay baa khayr badnaa kala dilay baa khayr badnaa nebigu marka wuxuu leeyahay kala dilayo noqo laakiin ka wax dilaya ha noqonin macnaheedu fitankaasi markay yimaadaan waa xaalad adag oo ku tusaya adduunkan inuu fasaaday
فعلا نبي جيريدي سوخت بدن كمسو وريجن مركي فتنكم مسلمين تكون باللودين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعة الجبل بإسكجهري موقعة الجمل بإسكجهري ما دينه امتحان لحظة ذكرنا عيا فتنة موقعة الصفين أيها هذن إسكجهري ما دينه امتحان يا فتنة لحظة ذكرنا عن نبي جنوا حكسو صلوات ربي وسلام عليه أمضى إذا لحظة إذا سيفت مرها ذي كوب اللابتو لينت إسلينا يا أي باللابتو إلى قيامه أنت كتب ما نسو سيفت لحظة إذا لقى قادم أي ابن صلى الله عليه وسلم إلى أنت قيامه كي ما نسو سيفت سوي سعر سيفت معنا وحلقها الله يهوبك واجل ود قال لي شريبة هيدا نوعيه هوبك أو نبى معنا هلا جوا ذا مربها ذي يريد فرنته أو فتن كفرمان وح أفشري كلام شرو ويسعون يانو ما لي بمالهم بيجلها يانو أمر بأسباب إنا يسوع إسلاين يسوع فتن كاس مركا مربى مركا كذب بيسنا ويسي سيادة ينسان وتجدونه إلى هير لجاره لماذا استيل يسأين الجراني إنه وح يسد الأيام كواحد دليلنا ما يقان وح يحد دليله كلا دليلنا ما يقان الصواب لو دلي إلى هير كاس يقال تنتصر حديث النبي قوته جدنا صلى الله عليه وسلم أرماها سواحي يدور كم تأستامها كتوصية قيامة إني صور له ذا وحكم ذا على مدىها كتوصية قيامة صور له وانشه هذا ظهور الخوارج لمن كخوارج تلي إلى هذا الصواب بحيد ضوضة إني صواب حر خوارج تصواب بحيد ضوضة النبي قال كسي ورمي صلوات ربي وسلام عليه أوحي لي آخر الزمان كوحى صواب بحيد ضوضة لمن اللي يرى أحداث الأسنان دأذوذ يرتهي سفهاء الأحلام قرشضوا دي عقل جودودنا فدود يا هاي أو واحد قرض هين واحد ميزامي كرين أو واحد كلا قرنين يقولون من قول من خير قول البريء قرآن كي بآخرنا يا إيمان كودنا كالحماها أمر دافعي دين توحى وقرنح بحيان سيدا ليبك أما حبض ماشي لجوج على السي وقرنح بحضوك عليه ساسوك عليه دين تو وقرنح سيبنا يا ماشات كو أركتام بالله لين تودا أشر با كشرت عدي الله يسمالين تقيام ذا بخاري مسلم بحديث كصوص صاري معنيه سورة وحوي خوارج تيبو كهل ليا وين الصابح دوران بو النبي قلية صلى الله عليه وسلم صابح دوران وحي كتوس يسائين قيامة دي سورة وات وحي صابحين وقت النبي قبوات شرين خوارج تفكر كودا أصل كودا رجي فكر كيمد وقت النبي قوين نولايا لكن إن النقدان أرر صباحي أو عيدا له أو أول له أو ميل دجن أو وحلينا يا وقت جي النبي جماعة هين وقت جي النبي جواح يركدي بيصباحين تقال كي مركو دعي جمل والصحابة نحمري قيب بيكل هين تقال كي كده بيجي صفين أيها السبب وها وانتي سبب الله تقال كي مركو الصحابة نحمري أيها واحد لجوه الشيء هل هشيو ريش شام إيو ري علي بن أبي طالب ومعناه دين عوتي معاوية إيو واللي سيم هذا واحد وروحن ليجنا عند ما ينو أن هشينو هشيس كي مركي الله صابن دقي وإن اللي سوت نازلوا اللي هشيو الله صابن دقي أيها واحد الله ساري نمن حكم والله وضد نعكك كلا الصعدة واللي يدي أرنت صورنا ويا صور إيران نريا نمن كي مركا مركي حكم كي صوص هارين المسلمين تين هشيان أي نقطتي خوارج بكن حبودي خوارج وحي هذا العلي يو رج بعد إلهي كتاب كيسي أنت أتكتكتي بعد رج عقل جودي مسكح ضوضة بعد حكمتي كتاب كإلهي نميل بعد كمرت هذا ضربتين أنكون راعنه توبة كان كسر نقو كتاب كإلهي أسر نقو ها هذه كل صومة بري من كنا بروك هذه ولمن جاهلين ورقول هين ومحوء هاي ورعالي والخلدنت أما التوبات كنا مهديك لتوحبي سوما كنشرا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحكوير صدح الرموت انت إذا سمين صدح الرموت انت إذا فساد كوك عينو ضلين واحد لما نقصو كين قاري ماي فساجد أنا ذا يدين ديدي ماينو وحي قال الله لقى قبصده فيجين قيبتين كل هذهين لبنا إذين جيسن من لكن مالك أذ فساد كوك عذان أذ وحليسان
مالين كاسي كلا بدبادي من وحيسكور ورسدين من اللي لهذا حرورا عيدا وينو آدو فربادن بيسا ميستين كدب لو حي كشقيان إنا إلايان رجي صحابة أهاي كوحاها كلاوتي علي بن أبي طالب بيدلين علي أنت ينادلين بولادة قال مي معاوية روي ناوعين نمان كي مركة هل كاسي كب اللو دار حيلي كاسي صوبحين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيس كاسو لقالي سيدا سو كويري واي كالتاقين ميل بيسكو ورسدين ماشي أي دقين با وحي بالله عدي صومر طبعا إلي الدلال عدي صومر طبعا إلي الدلال عبد الله بن خباب بن أردت أن إلي هذا أيا صومره يا حاس كيسي وضع صعودة مركزة وحي كوي لهذين نوشك وحاد كما قشي أباها إيو النبي إيو نوشك بينها مركزة حديد وشاك ماذا كما قليها أنا كما قليها أنت سوقبتين بيسيقي قورعين حاس كيسين أنت سوقبتين وحالوشة دي دلاعية بإلمية كسوطورين إيا دي نوي الدلين علي بن أبي طالب إرقو دي روحي كوي نينكي أدشين دي جيسي باني دين كفر دينا إدت كي دلاج عن كل إجلاياش هالسود يبقى مركزها واحد هذا كلنا قد قتله لما أنتنا وذا دلي ولما أنت ما إذا وذا دلي نرجع عن كل إجلاياش هكنا ما يوان وذا دلي بده علم أبي طالب مركزه جو أنصدين ودقال كوك هذا دقال كأنه هروان ماشي لأن كان عيب كوك هذا وبابيه وركض ودري لكن حلقة سيصابح خوارجت حلقة علم أبي طالب آخر كيس يصابحين كذبنا نبي جوحه شجع سلوات ربي وسلام عليه خوارجته إنا يصابحين ضاده مدمر كل الشجوب إنا يصابحين وصار نولانا ين هذانا لبابين هذانا صار نولانا ين هذانا بابين إلى مرك وقدم بيسا دجال وكصابح أو تجدون علامات كذب وين بكم يا دجال إلى مرك وقدم بيسا ودجال كصابح خوارجته ساس أفكار تاده كلبا وإيمانه سا كوحهان كل باي أصوم مقرية النبي صلى الله عليه وسلم صبح حدا خوارج أي صبح ذي أفكار تودا يشريتان كود صبح كأرحق لأعيدا له مركا وحوا كم من هيدونا أستاميه على مده النبي صلى الله عليه وسلم أو تلمام يين قيام الصورة وين العن فعلا وعكم إذا على مدها والنبي صلى الله عليه وسلم أمد النبي صلى الله عليه وسلم أو راعده أمدها كلا نقن كودا أفكار تودا أخلاق تودا راعة أمدها كلا هي مجتمعات ككلا أمدي سو إسكتا وقشا أو وحي كوا نقن وها سوقاتا أو وحي كوا الدين وها الدين كدكت ها حماده ها فعلاده إسكتا وقلا ومدها كلا إسكتا وقشا على مدها كمت على مدها قيامته إن النعيس كتوصى صور نواتي بكم تهاي حديث أبي هريرة معناها شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها ومضيد إلى أمته هراء أي كضيته قيامته إيمان ميس شبرا بشبر وذراعا بذراع نون وحن إلى تاكا تاكو إيا نون إلى أمضيد أمضها كلا أي أضب قشو مركز أوحر يا رسول الله ومدها كلمة شيء ثم فارس يروم با بركاز النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس إلا أولئك مددا قوة أهي باب الشربة صو قوة أول ما رواية كلا واحد شيء أبو سعيد حديث كيس بخاري مسلم صو صارف النبي محي وحي كل هذين يا رسول الله اليهود والنصارى ومدها أت شيء ثم يهودي النصارى بركاز النبي صلى الله عليه وسلم فمن يا كلا يا كلا بركا أما فارس يروم هالنقطة أما يهودي النصارى هالنقطة ومدي سوئي ومدها كلا اسكدب قشو أيضاً وحي كمتا علاماتك كنتو سيئ قيامته إلى دعدونته إلى النبي وحيو قارسي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه حتى هذي نعضو إني قدك بهاش اللي نادا أبي سلو قلي ذا قدك إذا إني قلان واتكدب قلي سامبو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبي سلو قلي ذا قدك إذا ميل بني آذن قلي كرماه وميل قرمون وهذا عريريا وهذا مجدئ حتى بيشا هذي قلان قار كذا وقلان يلان دون تابو النبي صلى الله عليه وسلم بل أبلغ من هذا رسول كوحي صلى الله عليه وسلم حدين لغاهلو قار أيها كمدا
وهويدو جيدك كلا بركي سكو قفصنا يا قار إدينك إدين كم يدو راعة وبالهلي وهويدي جيدك برسمة هذا كو قفصنا يعني وحويان سيدا عاد وحوم هذا إنسان ومضاها كلا يا وحي هيستان وأنا سيدي النبي قول شجع صلى الله عليه وسلم ما أنت مجتمع مسلم كا كين نين أهانا رجال بيت دقن كودا نمن كودي قام كي أقول رقمان يتقليدين هيا أورادين يا البحر نمو إيوه يا أرق نمو إيه ري مقال نمو إيه في إعلان باوحي لقى شيء نينك عدوحو السمين يا سمين وإلا هذا السمين نين شيرا بمتيد ري بادية تهي لولا جوات كرنا عسان تهي واحد شيرا متيد هوان تينا هوان تي ري قلبات كو واحي سمين يا سمين كو يبتلي سان تهي هذا إسقرحي اللي يري هذا اللي بيسال اللي يري hadii wax kasto maqayistii oo dhan waxay noqotay wixii uu reegalbeed lagu arkay ninka cad iyo naagta cad soo tii nabi uu sheegay ma sallallahu alayhi wasallam ila wixii wasakhdoodii iyo akhlaaq xumadoodii iyo dhaqan xumadoodii iyo mabaadi xumadoodii iyo dad badan ay u qaateen ba inay tahay wanaag iyo horumar iyo ilbaxnimo inay tahay nabi uu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka sii waramay arintaas markay dhacdo qiyaamadii waa soo dhawday maanta maalin ay ka daran tahay muslimiinta ma soo marin fi taariikh ما أنت مالنا يكدرن تاعي مصومري وين كسي داري دون تاع راعي داسي مجتمعات كاسي رجال بيت كيو قال هذا يو نقل كود على الرادين يو لدى بقى ليو أو سيدو دوك على الاسكات لقى يو نبي وحكوشة صلى الله عليه وسلم على مدها كتوس إلى قيامة دو ده وحكم ده والنبي وحكوشة صلى الله عليه وسلم وحصاب حدو ربو يلي نمان فربضان أو قداش هيدا النبي نمشي يغنى يه كواس مركي صوب حالنا قيامتي وسودو ذا سعدي ودو ذا وشاك النبي صلى الله عليه وسلم صد النين وح كله ومد والبنبي اني مش هيغنى يا ايا قداش ايمان دونا ايمان شهودنا وحي استانو تهي ان قيامتي دو ذا مد والبوح اليه النبي بار هي وانا خاتم النبيين ولا نبي بعد ابن صلى الله عليه وسلم نبي انا اودم بين النبي الله صدره نبي قد ما يرى مجره لكن هو بين عليال ويصابح فعلا نبي صلى الله عليه وسلم مركو كور رمي كذا شيء ويصابح انتو النولاء والنبي قبع دمانين رقبا النبي نمشيت حكم إذا مثلا نيكي اللي نيجي مسيلمة الكذاب وربني حنيفة نبي قال له شيء سي آخر كذي أيو النبي نمذا شكت ولما النبي قال انتو ويمي صلى الله عليه وسلم مدينة ويمي يقرقر تلقى لي كما في صحيح البخاري او كيري محمد او انا نبي بانا انا نبي بات سيداس درادت هادات ربطو الان كرومي يو انا قلنا الرومي هادو الرومي انا وكرومينا مدى كالي مدح نبدا هادا ادو قلنا هو قامي لكن مركات نمطا ايدر دارا الان انا قلنا هوش كاقا دم بين دون باكو راعيا مركز النبي وحكوه صلى الله عليه وسلم ورنيه تبرت هذا النافي ميسد بين على المطايب وكوي أحب ما هيسد مسيلمة الكذاب ماشي بكان نقضي وحا لدلي حلقي أو بكر الصديق قال ذي ردودي إلا لده قال لما وحا كم إذا قبيل كي سريبني حنيفة معركة عان كي يا ماما الله يقانو أي مسيلمة الكذاب لقد دلي ريبني حنيفة النبي وآهي مليجر نينو عاصو صباحي وحلقي النبي صلى الله عليه وسلم أي صباحي وحا كم إذا مثلا الأسود العنس نينك الإلهي يمن بو يساقونا كالظاهري صحابة هذا الشيء انتو سنبي قل لمن وحي الكهر بقى لزود اللي يساقنا وحكم ده هواني الذي يجري سجاح سجاح حتى ناك دمر با حتى نبي نمشكت أيضا نحل لغا سين نبي نمشكت ونبي بان هبت وحك قور سدي نينك الذي يجري مسيلمة الكذاب با قور سدي ويحاس واحد مركي الذي لي مسيلمة ayay toobad keentay oo diinta dib ugu soo noqotay waa sajaax waan waxa kamid aha ninkii la dhigi jiray Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi oo isaguna nabinimo sheegtay laakiin ka soo noqday oo toobad keenay islaamnimadiisu dib ka fiicnaatay kulligood waqtiga hore ahaayeen taariikhda dheer marka xilli walba ninba soo bixi jiray nabi baa la dhigi jiray ilaa haddana way socotaa ilaa haddana adduunka meelan badan baad ka maqleysaan nin intuu maalmo xoogaa isyara shuumay oo mara isa saaray oo meel isku yara qariyay oo xoogaa dad yeeshay nebi baan ay la soo booday tifwa waxa ugu dambeeyay taqriiban ugu caansan ninkan hindiga ee la yiraahdo
يعني واحد محو هاي ميرزا احمد غلام القادياني وطريقه القادياني اساسي واصل كيسو هندي ايا اوغو دنبيو مراكز فربدان يو اتباع فربدان يو سنترو كله يا عالم كره غلبيدك خاصه انجليز كان تاغيري او انجليز كو خيلغو غوميسنahay محو هاي هنديه يا باكستان يو خيلغا سو صبح طريقه القادياني اللي يراد اما احمديه اللي يراد نينكي اساسي نبي بان هاي بود. نبي بان هاي نبي محمد كدم بيي كواسو كجرا كذاب بين الله ابوها طيب ضائفه دي سي كوخ دي سي اتباع دي سنه وا غالا ان اسلام هين ميلها هي مساجد دو كشيغان مساجد ميه وا معابد مسجد ماها احكام مسلم مقاتا بالاتفاق هذا الكم جرو marka كوا فرها بدن النبي نمده شيغانيا اسك دبا ايمانيا waxay kamid tahay علامات كتوسة قيامه إن يسون ده داي سبقوا سون النبي وكدر سلوات ربي وسلام عليه وين فربدين إنت أنشغل يا قوة كلا أي كتشر وحكم إذا علامه يمكن مش اللي هذا حجاز أي وح كك عدون الضب والنبي وشيء صلى الله عليه وسلم ضب كمشى كك عاي شام جيل داقية لقنتي سأي افتيمين دون تاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث كم عنها شيء بخاري مسلم بصوص أنا من حديث أبي هريرة dabkaas wuxuu dhacay sanadka hijriga markuu ahaa 600 iyo 54 taariikhda hijriga ayaa magaalada madiina waxa ka kacay burkaan aad u weynayd oo ila makkah ila sham iftiinkeedu u gaaray culimadii markaa joogtay baa wax ka qoray ragii wax yar ka dambeeyay baa wax ka qoray taariikhda muxuu ahaa xilligaasi markay ku aadanayd magaalada madiina dhanka koonfureed oo magaalada wax yar ka yara durugsan meeshaas waxa ka kacday vulkaan ka kacday ama burkaan baa ka kacday burkaantii meesha ka kacday baa waxay keentay ila sham xoolaha daaqaya inay iftiimiso oo muddo dabkaas u shidna nabigu waa ka sii waramay salaatu rabbi wa salaamu alayhi xijaas waxa ka kici doona dab iftiimin doona geela daaqaya sham usra oo sham kamida قيل الداقة يلقنتي سيفتي من دون تبو النبي صلى الله عليه وسلم ويد عضي سيدي النبي قول شيء يقول عليه صلى الله عليه وسلم قيامه إلى السنة وذهي بين أستان وتهيب رسول كوري صلوات ربي وسلم عليه وحا كم ذا على موينك أي أستامها وحا كم ذا أما نذو الله ضيعه أما نذو الله ضيعه أما نذو محيطة هاي مسؤولية ده حلك وحي لقو أمانيستو سرت لقو ديبتو حولها لقو أمانيستو أمانتي يلا ضيعه أو دتكي بل جوا يبقى الروح أمانة قبان كرو أمينة بل جوا يبقى على موين كمت حديث أبي هريرة اقتصية نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أمانة مركي الله ضيعه ساعة السك قيامة دي بقى قرك صو صار إن السك بن محمد صلى الله عليه وسلم مركز واحد يا رسول الله كيف إضاعتها أمانة ضيعنا ذو السنوي مركز رسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هدي أرنكا إيا حلكا إيا تشغدا إيا كرسيكا مسلمين تا لو ديبو عيد آن مدنين عيد آن دتكا دي أهين قيامة السوق أمانة الله ضيعيواتا قيامة دي مركز السوق بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه سيداوي حلكا مسلمين تا يا هيا مانت يا سئوهن قلتاغا يا سرادين يا وحا هيا سيدان او تغي دونو وان الحن ها وان الحن اون امانادي لغو اميني كريوي امانادا لا ضيعي كا او ديبهي او دورن هي سينا يرا وا ضيعي اسغونا نينكي مدنابا ما اها خيلغاس قيامدي وا دوود هي رسول الله صلى الله عليه وسلم كدبنا نبيغو وخه كهدلي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفه سيدا امانادو ددك قلوبتودا لوغا ساريو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ددكي وحي اهانيان كو هشيسيو قليا بعد بايع تمايا إيش يصير كلا قليا بل ما قليا روح بل أنت يا أمانة إلى الله ينال لقيه لماي إلى الله لقيه له هذا رهب الوحى كتشر نن آمن رهب نن آمن كتشر ما أنت أوضاع له هذا سي في عن أجور هاي سو أما أوضاع له حولها يا نقالها يا جناح سجها النقط أما أماناتك يا جريها النقط أما السياسة هي تشغوين كها نقطة ميلي أمارك إلى شان تهي متشرو بل إسكبر دافي نينكي آد مجتمع كلا بحضي
الدين تيسا يودا نمديسا يالتزام كيسا الله بحضوت كدورتي كيبا بلايا كاغا إيمانيسا كيبا بلايا كاغا إيمانيسا مشكلة جرتاي مركا وحوي أمانذي باللنطي ما أنت هبل بأميننا وافرك فيه قوة حالة داسي والنبي يقول سي الشيء ما أنت نجرت كنا سيداري دونتا وحيضنا كدوسة إيسا إلى قيامة دي صورة وده هاي وأستامه هذا أيو النبي كدر صلوات ربي وسلام عليه وحكم ذا علامات كقيامة دو إلى صورة وده كدوسة علمي كشريعة وددك قرانا يا يرادان ددك برال هانا أي كتغان وكزاهدان سيدانا علمي شريعة كو يرادو نبي صلى الله عليه وسلم وحليه من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل من النبي صلى الله عليه وسلم ساعة القيامة وحاكم على موين كذا إن علمك يرادو أما علمك واللقاد وعلمك شرع هذا جهلك نصقنا هذا وفافو وحاقون شرع لبا والدين تيبا قرانا يبا ما بتشنا با أما وابا يري هاي إلا وحي قاريا يعني. سيد اللقو قاضي علمك ومد اللقاء قاضي وعلمك شرع هذا والنبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيح البخاري النبي قلت صلى الله عليه وسلم علمي قدتك اللوغة قادم مايو إن قلوب توضى اللقاء ما صحو والروحي عالمك إن توصي أحد بريسوك الجاهل سوى توصي مايو لكن علمي وحا اللوغة قادية بقبض العلماء علماء ذيبا يا لديلا يا ويقمنا يا ويلي أنا يا دتك دينتا يقاني علمي يقاني نعيد كريبي سمجرتو لأن دائرتي يددك علمك برا الله الدنيا لغو مشغول سيه قارو قرعسي بإريان قارنا ما دائي الدنيا برا ريان علمك الدين تنواب لغا الزاهي ذيبا عيدين كبر ريبي علماء دي تغانينا وادمات هذا يقواس التغان ددك دد وحي الدين ويديان بي أباهيهين دد جهلا وحبا قرانين أي انت علماء مودان بي مركا دين ودورانا ويدينا يان كوين حشون ما يانا ويسكه الله يان ويفتوانا يان ayagina lumay dadkina waa lumiyeen culimadii marka waa dhimatay keedi waa weyna waa dhimatay ku yar yar waa ku daba jiraan wax culumti reeb hayna ma jiro culumti sharaacadu waxay iska noqotay shay aan loo qastino ninkii uu qastana uusan meel badan ba ka gaarin ba tii nabigu sheegay way salaatu rabbi wasalaamu alayhi ilaahay waxay gaari doonta cilmiga iyo diintu sidee u baabaayso heer waxay gaareysa nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam يدرس الإسلام كما يدرس وش يثو إسلام كوا دوغو بيا سيدا مرضى حرر كيدا لغو حررنو أي ودوغو دو كلا إلا دد كاركود أي قارام با إنا إنا قران إن صوم وحوية إيا صلاة وحيتا إيا حج وحوية إيا صدقة وحيتا وحي كورايا فرائد دي ووناء الدين تحتا كما ورايا كتاب كإله هبين بالغو صوم قورين مركزان وحبين لقربين دد با صوحر يا مركز سلان دو قوين او دأه اي او دي وين او اساقونا دأه با سوهرين سلان ما يقانان او صون ما يقانان او صدقة ما يقانان انا السميان اسكوا الله في حتى مقرنا ايان لكن وحي ليهن لا اله الا الله محمد رسول الله انتا سانو اي يويك او ينذا كسو قارني انتا سيهستان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة ما يقانان صوم ما يقانان عبادة كلام ما يقانان هل كلمة يكون يتسكون جاي حديث حديث كورني نين أرد يجي سأول إلى هذا يعني وحو يصل إلى هذا أي وحو لحديثه تد أن صلاتنا أقونن سكنا أقونن حجنا أقونن صدقنا أقونن لا إله إلا الله كلية أفك كلام حي أترب حي أترب waa ka jeesid xudeef waa ku soo celiyay waa isaga jeesiday waa ku soo celiyay markii saddexaad wuxuu ku yiri tunjihi minan nari ya silabu ku yiri silaw la ilaha illa allah masala sahlana moodine naartay ka badbaadin buuri la ilaha illa allah ay awowye iyo aabba ka soo gaareen ku dhagan yihiin diinta inteedii kalena ayna kaba warhaynin intaasi naartay kaga badbaadayaan buuri la ilaha illa allah naartay ka badbaadin إلى هير كاسو قاريا محا كينا يا علمي شرع على لقفقانا يا جهلي با عميم يا إلى هير دك وحي قاريا حتى فرائدي وأركانتي ووينيد الدين تيني جاهل كالنغرة وفعلا الواميد ما أنت إما لبدا كتشر تو جهلي مطبق أهبا كتشرة ميلها قاركون ميلها قاركون وحوغا صحوة أبا تشرته
لكن صحوذي كعدي يبرارجي حوجي لو باهنا اقونتي برشدة دينته الا صار لما صار حوغا كان او روني ووداتك حوغا دورك كتاب لقميستي افريدي سنه تورن كرا لكن اين انت ابو دافسي سنين وراوي محو هاي يعني اقونتي حيشه دريد علمي القران كي علمي السنه دي فقهي كي سياسه شرعي كي اوي وخي مايا انت سالكي كافتوميا مربا دو خوغاغي سو توران كرا يا وا شيخ واي لقب شيخ يو محو هاي معالي يو امام يو وبالله التوفيق وركو انت سو كو اغي مصيبه وي وي امدو مركي علمي الشريعه كجيستو برشده دينتا اي كتغتو مصيبه كوينو كو دحايس ما جيرت علامات كيدنا كم تو النبي كنت المامي صلى الله عليه وسلم علامات كوحا كم ذا إن أي بطان دتك بوليس كلي له ذو أكلم يا مذاحذا ظالمين تاع عوية دتك أقرع دتك أقرع أطمة وشابو جوتها كواس صبحي دونه وأستان على إلى قيامة سعد سودو ذاك تصي والنبي كسر أنت صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال آخر الزمان كوحا إيمان دون قيامة مركي سودو ذاك رج شابوغي وطا شاد البيوتان كأنها أذناب البقر لؤض الصين تيدو كلا ضدك يكون قرعان يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه من النبي صلى الله عليه وسلم صباح دينا إله عددي سيكون كلاهان قلبتينا إله عددي سيلسو عرابان هذه بوليس صداد مغش وميالي بلاية تالوه خاصة دولة هي النظام كما يشاء كبسني هدو الظالمي هاي وعدالذي أين تشيرين وحاد وحو قراعي سيد وحو تميسو ونظام كالظالم كاوا كو النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم كو نعاسو أيها كلية معها أنظمة الظالمة عدالذة أنكو صلي سنين ورن وحي لشقي يورن أو وحو قراعة أو وحو تما أو وحو حلعلا كوا إيا قاوا يغطون في سخط الله ويروحون بغضبه ذاتك نوع عسى بضشط وضيه صوب بحيد وضنا أستان على ماذا علامات كقيامة كم ذا والنبي كل شيء صلى الله عليه وسلم وحا كم ذا زينة أوفافتا زينة أوفافتا أو بضطا زينة فعلا ويجرت وقت النبي صلى الله عليه وسلم صحابة جرت زينة أي كان عضي وقار لحذي وقار للدلي ها زينة مركة ويجرت سيدة دمع مجتمع أن لقيه لين إن دخل دمع يا مجره لكن وحا لقاه الله يا مرك انت حد دافتو بنانك وسو بخدو والنبي صلى الله عليه وسلم وحا كسغن انو يري امديدا لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف امديدا وحا لغيلي دونا دد حلاليستا او بنيستا باش اللي لهدو زينتا حريرتا قرب كان لغراعه لو عيارو سدا موسيقى iyo macnaa waxyalaha la garaaco dhan dad xalaalaysta iimaan door umadeeda ka badan nabi sallallahu alayhi wasallam hadiid kale wuxuu ku leeyahay allah naftaydu gacantisa ku jirtaan ku dhaartay umadani dhamaan mayso ila uu ninku haweenayda intu isu taago fayaftarishuha fi at-tariq jidka intu ku qabsado oo jidka dhaxdiisa ku goglado meshii baashu gaadhi ماشي غريها يا الله الله كي لا لقلي تشري طريقة لحدي سوبر كوك جوجل يا ما إلى هير كأي قادو وما دري دمان ما يسمونه برسول الله عليه وسلم طيب فيكون خيارهم يومئذ من يقولوا ضد كمال إن كان شو جكودا أجو أخيار سن إيه أجو ضد نما بدن واميت كرها يا كاس هو أنت كوك خمسة تشيت كلحدي سا أيوه حكولة يا هاي لا لو وريتها وراء هذا الحائط ورهاده ورني وحوغا ما الدربي قد نكا شي شكل مرت ما هور زينه اسكدا ما وي سو دافت ور غريغا لا اد ما هوتيل كا لا اد ما ورني يم لوغا جيت كدين على غلا يرا بخو هلك لا يرا تقوا دد كان نينكا او اخيار سن ما مالكا سي ادي دون ابو نبي صلى الله عليه وسلم سو سا اسمع تب تاو ادو بل يوروب ايو ري غلبيد ايو ري بري ايو مالها فساد كو بنانكا دكتي مالو بيرتا ديك ساسويا شددكا ايو بنانا دا ايو دالاكا مالي ادوغنا انا دون محوها وحوغا ايمانا قلبي كاكا دو كتشيرو وحوغا اسمو نوبو نات كومر تمو ايه
xagta dhankan ula durug ma dhigi kartid maadaa dhigi kara dhankan ula durug xurriyadiisa waa meel kaga dhacday ya hay faragelini waay maxaa u faragelin laaday dadku waa xor waxay sameynayaan xor bay u yihiin tasarufaadkooda xor bay u yihiin nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam taasi markay timaado qiyaamadii suga qiyaamadii suga qarkay saaranta way macna sidaas uu xadiiskaas abu yaala baa wariyay isaguna waa xadiis uga waxaa ka mid ah zinada faafideeda waxaa iyadana uu nabigu sheegay sallallahu calayhi wasallam ribada faafideeda iyo xaaraanta xunideeda ayaa iyaduna aada u faafi doonta aada u faafi doonta bayna yaday saacati yadharu ribaa waxa cajiib ah zinada ummadayda qaar baa banaysan doona bu nabigu sallallahu calayhi wasallam maanta adduunku meeshuu marayo nadaam ahaan haddaad tidhaahdo zinadu waa xaaraam waddamada qaarkood agtooda dembi bay ka tahayba inaad tidhaahdo waa xaaraam waxaan xusuustahay maalin dhaweyd oo muxuu ahaayey yurub turkiga ay wadahadal u socdeen oo turkigu inuu ku soo biro uu isku dayay yurubna ay hangool isaga haysa waxoogaa iska celinaysa shuruudihii lala galay waxaa ka mid ahaa turkiga haddaad doonaysaan inaad nagu soo biirtaan qawaaniinka idiin yaalla waa inaad wax badan ka bedeshaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah zinadu waa jariimo bedelaa la yidhi intay nidaamkiinna iyo dastuurkiinna ay ku jirto zinadu waa dembi naguma soo biiri kartaan turkiga maalinkii baa laga saaray nidaamkiisa oo zinadu waa dembi waa laga saaray si ay yurub ugu soo biiraan ilaa ay haddana ma hayaan soo ma allana waa ka fogaadeen yurubna waa ka fogaadeen waxba ma hayaan ilaa heerkaasay gaadhsiisan tahay xataa zinadu waa xaaraam waana xun tahay waa akhlaaq darra waa fuxshi inaad tidhaahda waaba jariimaba iskama dhaaf muxuu ahaay wax kale inaad ka bahdashe samaynteedii warkeed iskamada inaaba tidhaahda waa khalad baa dembi ah caalamku meeshaasuu maanta maraya nabigu sal alay wasalam miduu tilmaamayana taa iyadaa wey waxyaalahaas imaan doona ayuu kasii waramay ribadaa ka mid ah oo nabigu uri sal alay wasalam markii qiyaamadu soo dhowdahay ribadaa faafi doonta zaman waxaa imaan doona nabigu uri sal alay wasalam uusan ruuxu u aaba yeeli joorin xoolaha meeshuu ka helo haa meel alla meeshay wax ka soo galaanba uu iska qaadanaa laakiin isweydiin maayo ma xalaal baa mise waa xaaraam haa ma xalaal baa mise waa xaaraam xalaasha waxay yidhaahdaan alxalaalu maa xalla fii yadika walxaraamu maa xurimta minhu xalaal waxaa la yidhahdaa wixii gacantaada soo gala xaaraamna waxaa la yidhahdaa waxaan ilaahayba kuu qorinba haa waa meeshay soomaalidu ka tidhaahdo waxaan ku cuninba waa la cunaa haa waxaan ku cuninba waa la cunaa yacni wax alla waxaad heli karto adiga gacanta mari oo cagta mari oo uruuri oo hua aba yeeli marka waxa weeyaan yacni inay sidaasi heer kaa gaadho oo dadku ayna u aaba yeelin waxay qaadanayaan iyo waxay cunayaan iyo qaabkay wax u kasbanayaan iyo dariiqay wax ku helayaan waa astaan iyo calaamo ka mid a calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowaatay oo nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaad ku garan kartaan ribada waxaa nabiga ka sugan sallallahu calayhi wasallam inuu yidhi xilli waxaa imaan doona ribadu intay faafto dadku ay laba mid noqonayaan ruux ribadii si toosoo badheedha u cunay iyo ruux ribadii ay busteedii iyo qiiqeedu soo gaadhay labadaa mid waa laakiin ruux kana baad gelayaaba iska yar waxaad ku garan kartaan maanta dhaqaalaha adduunka ee muxuu ahay ra'samaaliga ah ama hanti wadaagga la yidhaahdo waxaan dhihi lahaa hanti goosadka la yidhahdo ee reer galbeed ka soo jeedaay asaaskiisu waxay waa ribo buluugtoodii iyo mu'asasaadkooda asaaskoodu waa ribo caalamkii kalena iyagu la tacaamulhayo iyagaasaa wax u dejinay marka haddaad bangi la mucaamalooto haddaad credit card ku mucaamalooto haddaad suuqa ka mucaamalooto yaa imaa inaad ribadiyo cad cunto haddaadad diin lahayn haddaad waxoogaa is-ilaalinaysana kolley wuxuun ku soo gaadh kolley wuxuun ku soo gaadh si aad uga badbaado ma fududa taa way midu nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh ribadu sida ay u faafayso waana calaamaadka qiyaamadu inay dhowdahay ku tusay waxaa ka mid a sidaan horeyba usoo sheegnay axaadiista nabiguna ay tilmaamayso calaamaadka waxaa ka mid a qalabkan lagu ciyaaray muusiga iyo heesaha iyo kuwa heesa inay iyaguna bataan oy faafaan weliba la bannaysto oo la xalaalaysto oo la yihi muxuu xidigii iyo xidigtii iyo kan iyo najmigii sida loo ammaanayo ruuxaan qiimo lahayn akhlaaq lahayn diin lahayn waa ammaanay wixiisuna waa ammaanay waa la xalaashan
علامات كإيمان دوني كم تابع النبي صلى الله عليه وسلم مرك إيمان دان أستان وأدون كينو فساد وقيمة قيامة عينه ده هاي أيو النبي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا خمرة عبيتان كذا إيه وحي لها من دوريها أو مرعيك لك قديسان لو سمي أو استعمال كوذا يغن أوبطو خمرة بيها هاي دو لعبو علي الله داقو إلا نقاد كوا خمره أنك قاد بان الله بحني لكن مجي عيسى صحة وا خمره نينك قاد كحوني نينك خمرة عبو واسكم مد نينك قاد كحونا إيه نينك خمرة عباي واسكم مد واح فرق يا ودي حي مجرم ميتك الدروغة قاتا كنينك الروغة هي ميتك إربطة قاتا اسكو الدرة هي ميتك علانت الروغة هي ميتك بيها عباي كل خمر يود عبين لأن شرع هذا خمر ما حيوتقانا شرع هذا خمر وحيوتقانا كلما كلما خامر العقل فهو خمر عقلك بني آدمك هي قرشدي سوحي وحيالو أرنان وخمره سيدو دوني أضيقا كويبان أما حيدي هلقا قاتو أما أفكه هلقا قاتو أما هل الروبة أما هل عبد تنملي تاس مهمة دوين مسيحها مركة خمرة إيو مرعيك لقدسان إلو عبا لقو استعماله أيضا وحي كم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على مويك كم يتابع وحي كم ذا إن ضدك إسلام تودي دل كبته وضدك حتى عقوش لقا قاضو ومسلمين تو إسبابيا صار فريم أوسو شيء وحا كم ذا إلى أهير وقار روح واحد لو دليل أوسنجرني كدليل ير أوسنجرني وحو دليل والميل والبعض هو فيرس ميل والبا واحد إسلام يا مسلمين تي واحد ليكو ده حلاش هذا ومسلمين تي صومالي مس إسكتش والمسلمين كانوا كهذي لبطن كي سنة تكتي إمي صار آخر أدرني يا ضدك الله ينزل وضدك هاجي وأهل كاجي وولا لها وضدك تكن هاي وضدك أهل الدين كاجي ضدك الله ينزل كدي لي أنا ما قرنا يروح حد ليه كل الدين لي أنا ما قرنا يروح لود ليه لكن الأسباب إيه صحابة واحد رسول الله يوم مركان صار سبب بإنا إنه عقلي كان نجي ميو تشوجا مركا ما ضد قرشانه دي تشوجا إنه نبي يقول رسول الله عليه وسلم مايا زمن كا السجعة ضدك عقوشي بالله جسيم يا ابن رسول الله عليه وسلم عقول ما تشر وهذا عقل تشره ما إهل كعاد بابي الله عقل ما تشر عقوش هالجا قاضية مركز واحد نقول يا نصيده حوله هكلا بها إم إسرائيل يسوع كلا أي نقول يا وعكم إذا علامات كاسي بخيل لماذا هي إيه اللي حش على الأوسية هذا هي إيه الدنيا ده لوج عن جليه نبني نكون كحية الدنيا دي كرسي هذه هي إيه حوله هذه هي إيه جاه هذه وحاجة عنده هو قال يا نبني نكون كذب نمحية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هي من أشراط الساعة أن يظهر الشح ها يعني بين ما بين يدي الساعة التسليم الخاصة يعني وحويا يعني علاماتك قيام ذي كمتة وفعلا وصاه لحش على ضوء بدتة هي الدنيا دي ونين حن وقعنت وقش أخيارتي بلقى إلى ليه وحكم إذا كان عسقى فافا كان عسقى أو بطة سجنا فافا إلى نينك يحس كيسو أي كان عسقى إسلام جلال إلى نينك يحس كيسو أي كان عسقى إسلام جلال حديث ابن مسعود بقى معناه قدوسي احمد حاكم صلى الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ساعد وحير وحاكه الرية ان اي جنعسي وفافه حتى تشارك المراه زوجها في التجاره الى اي هاوينت نينك هذا كلقيم قادته جنعسي معناها سي هذا سوميان معناها سوى ظاهر وهي بل هذا ما دام هذا السوق يمكن ما بنيه لكن ماشي السوق هذا الصوارد وبدا يهينوا نيروبي هذا تماما سوق الدمر كي الرجل الدمر كابا كوبا دمبا دمبي معها عيبنا معها لكن وعلامة مركز صوب هذا كنت سيسا إن قيامة دي سوى لأن علامات كقيامة دي أن ترين إنه قارنوا وحيالا حراما قارنوا وحيالا أن حران أهين أو إسكبنان لكن بضنايا تنو كلا كم دي أرين تاسي وأرين يدنا ملاحظة خاصة هذا المجتمع الصومالي مركز فيريسو شقك اللي تو بدنو هذا الله يمن شرطه معظم كودو كان عسى بيجلين كان عسى بيليهم أدون كي كله تسكب على فوركيس كان عسى جاز هي بدأ شديسة أيضا وعلامة كم من علاماتك سعد بن سعود وح كم ده والنبي وشجع صلى الله عليه وسلم نقول قريب كأبطة كثرة الزلازل نقول قريب كأدون ككبطة تقريبا المركز هذا أدون كفي رسان دل أن نقول قريب نقول أدون ككذا عين المشرط هكلا فضو دادو لكن إحصائياتك بالوالبا هذين اللي وقعوا من القرين دعين هالمر وضعيا
واجي فره ويران جري لكن وسو سياده سياده دول غرير كو سياده يو waxay ku tusaysaa adduunku inuu kharaab irabo xaaladiisa isbadal baa ku socod waxa kamid dadka wan wanaagsan inay tagaan oo dadka intii suuxma soo hadaan الصالحين تبا تغي أخيار تبا تغي علماء تبا تغي أهل الدين تبا تغي تدكي حماما صوحر أيجينا قيامة كدر لحد أن تأسيد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ذا ارتفاع الأسافل تدكي هو سي ونلوش تدك هو صعها أو حما أو الدين تردي أخلاق حما ذي نقن حما لها أيا صوح مصر مري كوي في علاوة هوس مري أيجا مضح أيجا تليني أيجا نقالها هست تدكي أخيارتا أهانا هوستو دي كنو لين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنها سيأتي على الناس سنوات خدعات سنضو حددك كو إيمان دونو خدعين إي خيانة بدن يصدق فيها الكاذب ننكي بيانا لها أها وركي سوى الله رميسا ويكذب فيها الصادق ننكي رونت الشيقين وحبالك قادة الماي ويؤتمن فيها الخائن خائن كوركي سوى الأميني ها ويخون فيها الأمين روحي آمن كأهانة خائنما لغو حكومي مقاييس تيو نمبا مركي إسروكتو إسبادشي وينطق فيها الروي بضبو نبي صلى الله عليه وسلم ضدك حنحن ويهالي ضدك حنحن مركا سواحي دادين روي بضبو محيط رسول الله وحيو لأسفيه يتكلم في أمر العامة روح أوليتا أو أرمها عام كمسلمين تكاها الليا أرمها عام كا والسياسي ما نهيبوا ليه وحبو التحليل ليا مصالح ووين بكاه الله يا ضنو كاه الله يا دولة بكاه الله يا أمد بكاه الله يا مصير كذو كاه الله مر كان أوفير ستنا وحبي وركن كان لفيه سود ضيعيها بثني وركن محو كاه الله سجل لفيه سود ضيعان غير كيسي بعد ضيعان إلمي سي بعد ضيعان السجي بعد ضيعان مر كان سوح كاه الله يا الرمع عام دين حمو أخلاق حمو دلني ما حمو كوا نوع عصو كلام مر كان صوص هرمران وين مدح فريستان dadka akhyaartii siino hoos maran qiyaamadii ba soo dhaw wala duun gaufir saadigan yaa ka taliyo jooga waa un intii xumayd taas macna nimban ninku ka xuma umba meesha strategy akhyaartii iyo dadkii kalena waa nin cararay oo waxan iyo fitankan iyo balaayeen la fiisa uga cararay iyo nin la eriyay labada mid waa inta xunba marka soo saramari inta xunba ka hadli inta xunba danaysa inta xunba xukunta inta xukunba muxuu ahay talisa inta war wanaagsan la hoos bay marayo calaamadka qiyaamada ayuu nabigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waqtiga dhamaaday salaadi maghrib ka joogta waan gabagabeynayaa insha allahu taala waxa ka mid ah dumar uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo soo bixi doona oo marya qaba hadana qaqaawan wax mara u eg mara magaceed leh baa jirkooda saaran laakiin cawradii ma astura ama marada khafiif oo jirkeedii baa muuqda hoos gudaha ka muuqda ama ma ahe maradii baa ku dhagan markaasaa jirkeedii muuqdaa kor ka muuqdaa ama ma ahe maradii baan jirka wada gaarin oo qayb ka mid ah banaanka taala wax mara magacle baa korkooda saaran waana qaawan yihiin kuwaasi markay soo baxaan calaamaadka qiyaamada ka mid waana maanta sida wax u yaallaan waxaa ka mid ah beento badata iyo hubsiimada warkoo la iska hubiyo oo iyadana yaraata waxaa ka mid ah dumarka oo bato raggu yaraadaan tirada dumarka oo bata iyo tirada raggu yaraata ilaa nabigu yuhu sallallahu alayhi wasallam ninku uu mas'uul ka noqdo halkii nin kontan dumar uu mas'uul ka noqdo kontan dumar uu qabaa macnaheedu maaha laakiin kontan buu mas'uul ka yahayo qaar waa hooyooyinkii qaar waa habaryarihii qaar waa walaalihii qaar waa xaasas kontan dumara baa ninkiiba mas-uulu ka noqonaya calashaani dumarkiibaa batay raggiina waa yaraadeen soo maanta sidaa uma jirto tirada dumarka adduunka iyo ragga marka laisu miisaamo intaasoo goorbay ku laba laabmaya waana sii siyaadayaan waana ta nabigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah geerida kadada oo badata sida kadadoo loo dhimanayo haa qalbiga istaagay wadnaha istaagay ruuxii oo seexday ma soo kicin diyaarad baa la dhacday hal mar buuba dhintay mowtulfajaha oo bata qiyaamada calaamaadkeeda kutus ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah dagaalka uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo muslimiinta iyo yahuuddu ay geli doonaan aakhiru zamaanka oo geeduhu ka qayb geli doonaan kaana muqadimaadkiisii hordhiciisiiba hadda muuqda xaaladan taagan oo muslimiinta iyo ka dhex taagan muxuu ahay reer bani israa'iil ama yahuudda dhex taagan ayaduna waxay hordhac u tahay taqriiban dagaalka uu nabigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu sii sheegay
كل ذلك يكوى كالتوفر بضن ووقتك سنسامحيني وحي كم يديهن على مويك النبي والشيخ صلى الله عليه وسلم مركض أركتان قيامتي وسورنا وذهي أو قركي سارنتهي وحن كقهد لدون نبي الله تبارك وتعالى حلقة مدك حكتا أما محاضرة حكتا وحن كقهد لدون علامات كاسوا وحل أركي شري أو لكن سيادي زنا سيادي ربا سيادي حاران سيادي دل سيادي لكن وحل أركي شري علامات كواوين إلا أركي شرين لكن مركي يمادان قيامته أي دعيسه أيا إن شاء الله تعالى درسك كلك لدون نبي الله تبارك وتعالى هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.